مش عارف اقول ايه بصراحة. ما انا الكلام كله مخلصه من اول الموسم ومن الموسم اللي فات، وهو هو نفس الشريط بيتعاد، مفيش حاجة جديدة يعني. من ساعة الماتش ما خلص وانا بحاول ان انا افتح الكاميرا واتكلم، بس الواحد كان متوقع ان الاهلي يخسر، وقلتها في الحلقة وقلتها على تويتر، متوقع ان احنا هنخسر 2 أو 3، بس ما فرقتش يعني. 5-2 من 3-0 ما فرقتش. بس انا ليه اصلا اوصل للاحساس ده؟ يعني انا ليه كمشجع اهلاوي اوصل للاحساس ان انا داخل ماتش وابقى عارف ان انا هخسر، وبدعي ان هو ما يبقاش سكور؟ انا ايه اللي يوصلني للمرحله دي؟ انا الاهلي نادي القرن، احسن نادي في افريقيا في اخر 3 سنين، واخد 2 افريقيا وواصل الفاينل، 2 برونزيه كاس العالم. ايه اللي يوصلني للمرحله دي؟ ايه اللي يوصلني لمرحله ان انا ابقى العب ماتش في دوري ابطال افريقيا وابقى داخل وخايف ان انا اشيل سكور من فريق بحق الله هو احسن فرقه في افريقيا بتلعب كوره بحق الله، بره ملعبها وجوه ملعبها. هي كفرقه ما عندهاش شخصيه ان هي تكمل في البطوله وتاخد البطوله، لكن بحق الله بقى لها اكتر من 2 3 4 سنين هي احسن فرقه في افريقيا بتلعب كوره. وعشان تكسب الفرقه دي لازم تلعب قدامها بشكل معين، بس عشان تعرف تكسبها وتاخد منها اللي انت عايزه، غير كده هتزعل. واحنا ربنا رزقنا السنه دي بمدرب، الراجل لسه اول مره يدرب في افريقيا، ما يعرفش مين سان داونز، ما يعرفش حاله لعبته، الراجل فاتح صدره والراجل عايز يلعب كل الفرق بنفس الفكر. خسارة الخمسة النهاردة أي نعم هي مش 5-0 زي 2019، لكنها هزيمة كبيرة. محدش يقول لي مش عارف مين في إنجلترا بيخسر كام ولا مين في أسبانيا بيخسر كام، إحنا الكلام ده مش عندنا في مصر، الكلام ده مش مع الأهلي. يعني يوم ما خدت الخمسة صفر في ماتش جنوب أفريقيا في 2019، أنا يوميا كان هيحصل لي حاجة. دلوقتي يمكن بقى نضجت شوية، يمكن المرة دي كنت حاسس من قبل الماتش فعندي نوع من انواع الهدوء. لكن انا ايه اللي وصلني للمرحله دي؟ ايه اللي وصلني لمرحله ان انا اخد 5 من سان داونز مرتين في 4 سنين؟ اللعيبه مش رجاله، مدرب مش عارف الاجواء اللي حواليه وظروف الماتش وبيلاعب مين، اداره فاشله لا عارفه تجيب لعيبه ولا عارفه تقيم لعيبه ولا عارفه تجيب مهاجم ولا عارفه تشوف اللعيبه المتخاذله وتعاقبهم ولا عارفه تاخد موقف ولا عارفه تعمل اي حاجه. فلازم نوصل للمرحله دي بقى. انا الاهلي اخد 5 من سان داونز تاني والهلال يلعبهم ويخسر 1-0؟ ده يا راجل القطن لو لعبهم مش هيشيل كده. احنا خلاص اللعيبه عندنا خلاص ما بقاش عندها دم. انا مش عارف اقول ايه. خسرت النهارده وراها حاجات كتير قوي. نبدا براس المنظومه، مجلس الاداره، الكابتن محمود الخطيب. انا ماليش علاقه بالفروع اللي عماله تتفتح كل شويه، مش قصتي، ماليش علاقه بباقي الالعاب، انا راجل بحب الكوره وبشجع كوره فهتكلم في الكوره. احنا اخر سنتين خسرانين 2 دوري، واخر 3 سنين واخدين 2 افريقيا. بس انا خدت 2 افريقيا ازاي؟ عشان كان معايا مدرب، المدرب ده لعب على قد امكانيات اللعيبه اللي موجوده، وبالتالي الراجل قدر طبعا كمل الشغل بتاع المدرب اللي قبليه اللي هو فايلر. هل كان بتخطيط من اداره؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا عمال سايب لعيبه عندي في الفرقه، اللعيبه دي لا تغني ولا تزمن من جوع وما يعملوش اي حاجه، مفيش. اجدد 4 في 5، لعيب جاله صليبي ورجع من الاصابه اجدد له 5 سنين، لعيب مش قادر يشيل رجله من الملعب وبقى له سنين في النادي بيعمل كوارث اجدد له، ده ابن النادي.
يا راجل ده المدرب اللي هو فايلر لما حس ان في لعيبه كتير في الفرقه ملهاش لازمه قال لك مشي ده ومشي ده ومشي ده. اصل احنا مش فاتحينها يعني جمعيه خيريه عشان اقعد بقى اطبطب على ده وادي في ده واقول ده ابن الاهلي وده ما اعرفش قبل كده عمل ايه. يا جماعه الكوره مش كده، الكوره انا بقيم اللعيب اللي عندي ده بيديني ايه مش رصيده ايه. مجلس الاداره عندنا في كل الملفات ما نجحش في حاجه ليها علاقه بالكوره، احنا بقى لنا سنتين ثلاثه داخل وخارج الملعب ما بينجحش في اي ملف. احنا بقى بنمسك راس المنظومه بنتكلم في كل حاجه ما نجحش في ولا ملف. الصفقات تعال بص كده في اول الموسم بعد ما احنا ايه بقى خسرانين افريقيا ودوري وكاس، يعني انا اخر الموسم خسران كل البطولات، الطبيعي بقى ان انا اخش ميركاتو واعمل ميركاتو ايه نار. اروح اجيب مين؟ شادي حسين بيلعب في السيراميكا 29 سنه جاب 10 تجوان تاني سنه في الدوري، راح اجيب لعيب اسمه مصطفى سعد بيلعب جناح شمال عنده 19 سنه جايب 3 تجوان وصنع 2، رايح اجيب برونو سافيو لعيب بيلعب في الدوري البوليفي لعيب بقاله في 8 سنين راح 8 انديه كل نادي كل سنه بيروح نادي ما تألقش غير اخر سنتين بس بيلعب بقى في ليفل ايه وعامل ازاي ما مش قصتي. مع اننا قبل كده رحنا جبنا سليماني كوليبالي لعيب برده في كام سنه راح 200 نادي وجه وبسبب سلوك مشي او هرب. انا برضو راح بجرب نفس التجربه تاني والراجل اللي هو عمال يقول لهم اه ركبتي ومش عارف اه وما بيلعبش. 3 صفقات صفر بعد موسم صفري خساره كاس ودوري وافريقيا. ملف المهاجم مش عارف اجيب مهاجم. لجنه التخطيط دي بتعمل ايه اللي فيها محسن صالح وزكريا ناصف وما اعرفش الناس دي بتعمل ايه يا جماعه؟ الناس دي يعني هل هي مثلا بتقيم اللعيبه اللي موجوده في الفرقه؟ ما بتقيمش. طب بتختار صفقات؟ ما بتختارش. طب بتخطط؟ ما بتخططش. امال بتعمل ايه؟ بيروحوا بس كده يقعدوا في النادي ويشربوا شاي ويسافروا مع النادي في كاس العالم للانديه ويتصوروا واصحاب الكابتن وخلاص خلصت القصه. ما ايه دورهم؟ طب يا جماعه ايه دورهم؟ بيقيموا؟ طب انا عايز افهم دورهم ايه؟ استشاري؟ طب ما يكلمهم في التليفون يا عم غير ما يبقوا في النادي يعني. مدير التعاقدات ملف المهاجم مش عارف يجيب. بقاله 3 ميركاتو سنة ونص مش عارف يجيب مهاجم. طب محمود الخطيب سايبه ليه في مركزه؟ انا مش فاهم يعني انت سايب يعني انت ككابتن خطيب انت سايب ليه الراجل ده في مركزه وهو فاشل مش عارف يجيب حد مش عارف. ده هيكل المسؤولين عن الكرة في الاهلي، الكابتن الخطيب راجل ربنا يشفيه راجل مش فاضي تعبان وبيتعالج كتير ومش فاضي مش فاضي لشؤون الكرة. حسام غالي معرفش هو بيعمل ايه اصلا في النادي. لجنة التخطيط زي ما احنا شايفين كده ما بتعملش اي حاجه، ومدير التعاقدات على الله ما فيش ما عندوش اي فكره ولا بيعرف يخلص في لعيب ولا يعرف يسكاوت ولا يعرف يعمل اي حاجه. طب انا هجيب لعيبه ازاي؟ طب انا هطور نفسي ازاي؟ طب انا هحسن اللعيبه اللي عندي ازاي؟ ولا اي حاجه. حارس مرمى بتاعنا محمد الشناوي بقاله سنتين ضارب غطس ومش عارف اجيب له حارس مرمى يشده، مش عارف اجيب مدافع، مش عارف اجيب لعيب فين وفين. لما افتكرت ان عندي مشكله في نص الملعب رحت جبت 2 لعيبه بعد فوات الاوان. مش عارف اجيب جناح، مش عارف اجيب مهاجم. فرض انضباط جوه الفرقه، اللعيبه اللي بتاثر عليها تقلب وشها للجمهور، اللعيبه اللي ما بتلعبش برجوله بوقع العقوبه واشيلها تاني. طب انا هنجح ازاي؟ انا هنجح ازاي؟ ده كده انا يعني كده كلمتين على الاداره عشان مش عايز اطول. نروح بقى على المدرب النهارده. فريق سان داونز ما ينفعش تفتح قدامها، ما ينفعش تفتح قدامها الملعب، ما ينفعش. لما فتحنا قدامها في ماتش لاسارتي شلنا 5. جينا السنه اللي بعديها فايلر الراجل في ماتش القاهره بتاع 2-0 بتاع معلول، الراجل قفل في استاد القاهره قفل وقدر يسجل هدفين، راح هناك قفل لعب 4-3-3 وكان ليبرو قدامه متولي في على ما افتكر متولي كان ليبرو في الماتش ده او ربيعه مش فاكر. ليبرو قدام الاربعه. قفلت جبت جون اتعادلوا معانا خلاص 1-1 قفلت عليهم انا بقفل الملعب واخنوا لعيبه سان داونز ما عندهمش مساحه مش هيعرفوا يلعبوا. السنه اللي بعديها موسيماني في العشرة الراجل في ملعب السلام عمل جيم دفاعي كسب 2-0 هجمتين بجونين وقفل الدفاع ولا تعرفوا تعملوا حاجه وده حصل. راح هناك 1-1 برضه لعب تقريبا بحمدي مش فاكر ولا مين اللي كان ليبرو قدام الاربعه نفس الطريقه بتاعت فايلر خطف جون قفل الدنيا 1-1 خلاص
انا فهمت دلوقتي ان انا بلاعب فرقه اتقل مني كرويا، مفيش حاجه اسمها انا الاهلي انا الاقوى، لا الكره ما بقتش كده، الكره بقت بالملعب، انت في الملعب عندك مشاكل كتيره قوي وقله جوده في مراكز كتيره قوي وحاجات كتيره قوي، فانت بتلاعب فرقه اتقل منك. ما افتحش صدري بقى، لا ابقى على ارض الواقع، ابقى انا شايف المشهد كويس. انا شايف ان انا بعد كاس عالم للانديه بلبس جوانب الزوفه، اربعه من الريال وده طبيعي، اربعه من فلامينجو، ما اعرفش اخد واحد ولا اتنين من الهلال وكنت هلبس اكتر من كده لولا ضربه الجزاء، اخد جونين من سان داونز، اخد جون من الداخليه، جون من مقاولين، انا عمال بعبي جوان. لا الشناوي شايف ولا الدفاع شايف واللعيبه مش قادره من ضغط الماتشات، انا شايف كل الكلام ده كمدرب، طب انا ليه انزل من اول ماتش بضغط عالي وسايب مساحات في ظهري؟ والعب ماتش المقاولين قبلها بثلاث ايام بالتشكيل الاساسي واسافر جنوب افريقيا العب بنفس التشكيل، طب انت مستني ايه؟ انت كمدرب كده ربنا مديك عقل. ربنا مديك عقل، انت مستني ايه؟ ما حدش اتكلم معاك قال لك ان الفريق اللي احنا بنلعبه ده او انت لما اتفرجت عليه في القاهره شفت ان هو فريق عويل مثلا مش هيعرف ان هو يعمل علينا ماتش هناك. ليه انزل فاتح الخط من اول الماتش؟ مقفل كويس. اقفل الاول. ما انا عندي معلول عنده مشاكل دفاعيه وعندي ديانج مش شايف وعندي الشناوي في اسوأ حالاته وعندي ياسر، عندي معظم اللعيبه في المنظومه الدفاعيه مش قادرين، طب انا بعاند ليه؟ ما اعرفش. طيب استقبلنا جول في اول 4 دقايق، الواد شايط الكوره من بره منطقه الجزاء قدامه اربعه عادي، دي مشكله مدرب؟ لا بس ما هو يا جماعه هي دي اللعيبه اللي عندنا، اللعيب اللي عندنا لما يشوف واحد قدامه بيكسل يخش عليه، بيقول لك مش هي دي الكرة اللي هتيجي جون، فبتتشاط وبتخش كل مره، وماتش الذهاب حصل نفس الكلام، مش هي الكرة دي، لا مش هضغط، مش هي الكرة دي اللي هتخش جون، وتخش جون، وجينا بعديها شريف ربنا كرمه وسجل جون، نقفل بقى؟ لا ما نقفلش، ناخد التاني والتالت، التالت ده بقى كارثه، الشناوي واقف في الجون بيصور الجون كالعاده يعني، كالعاده. الراجل الشوط عليه من بعيد خلاص بقى عندنا شريف اكرامي رقم 2، طبعا ما انا مش جايب له حارس يخليه يشد نفسه ويشد حلو، نخش بقى على الشوط الثاني، الراجل بتاع صن داونز قال لك ايه 3-1 انا هسيب لهم الكوره وارجع ورا والعب في ظهرهم، وانا ايه عمل لي الفخ وانا ايه وانا شربته، قمت نازل عمال اهاجم وبتاع وربنا كرمني بيرسي تاو اللعيب الوحيد اللي جه النهارده ولعب ورقص وعمل حاجه، العيب الوحيد. وبعدين جبت جون من مهاره فرديه، حلو بقى حلو، انا كده جميل اقفل بقى الدنيا واقفل دفاعاتي، ولو خطفت جون حلو، ما خطفتش وانا في مستواي ده النهارده يبقى اطلع 3-2 والدنيا حلوه، لا انا عمال انزل وافتح واروح، الجون يلعب ايد ورجل يودي اللعيب انفراد، معرفش مين يعمل ايه يودي اللعيب انفراد، يا جماعه اتشاط علينا 5 كور بين الثلاث خشبات دخلوا جون، يعني احنا جون سلطة عندنا، والدفاع اللعيبه عندنا بتترقص بالتليفون، يعمل كده يترقص، تعمل كده ترقص اللعيب اللي قدامك، اللعيبه عندنا ما فيش. وعلى فكره يعني انا يعني الحوار ده متكرر، يعني احنا ماتش الخمسه ما كان نفس القصه وكان جيل تاني، بس يا جماعه دي امكانيات اللعيبه اللي عندنا في مصر، فانت محتاج مدرب يعرف ازاي يقفل على الفرقه اللي قدامك. انا النهارده مش جاي اكتشف ان انا عندي مشاكل في اللعيبه، ما هي عندي بقالي كذا سنه، بس هنا بقى بتفرق من مدرب عارف هو بيلاعب مين فبيقفل، من مدرب تاني فاتح الملعب فبزود على نفسي المشاكل، واللعيبه بقى اللي هم الاخر عنصر طبعا مش فارق معاهم، في اللي اخد بقى 2 افريقيا واخد دوري واخد برونزيه، فقال لك يا باشا خلاص انا عملتهم واحط رجل على رجل وانا اتعشت كده يا باشا، مش عايز حاجه من الدنيا، انا يا عم واخد افريقيا واخد برونزيه واخد دوري، عامل لكم اكتر من كده يعني، نجم برنس في نفسه، برنس محدش عارف يكلمه، وفي لعيبه تانية بقى لها سنين جوه النادي ما اعرفش هما بيعملوا ايه جوه النادي والله العظيم، ولا بيضيفوا ايه ولا اهميتهم ايه، حاجزين بس مكان، وفي لعيبه تانية اهي بتعاني مع اللي هما شايفينه، وفي محترفين بياخدوا بالدولارات وقاعدين في الملعب ولا يوم فيها، عشان نوصل ان ناخد 5 النهارده 5-2 ما فرقتش، انا اول مره بصراحه يعني
يا جماعه انديه جنوب افريقيا بقت في حته تانيه. وعلى فكره احنا انديه جنوب افريقيا بنتكلم، الناس لو تفتكر اورلاندو في 2013 ما كسبنا 3-0 هنا في الجونه، وبعديها باين بسنتين في 2015 كسبنا 4-3 في الكونفدراليه هنا وطلعنا. وادي هو سان داونز 5-5 وكسبنا السنه اللي فاتت رايح جاي. ما احنا يا جماعه لازم نعرف مستوانا الحقيقي، مش هنكدب على نفسنا يعني. الوضع مخزي جدا جدا. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل الجمعه والسبت اللي جايين، ما اعرفش بقى سان داونز هيفوت ولا هيكسب، دي مش قصتي. انا الاهلي ما ينفعش احصل خمسه، خمسه ايه يا جماعه؟ ده احنا نهزر. شكرا يا جماعة.